دخولك بس الفرقه يعني، برضو انت جيت من نادي مع الاحترام كل الانديه، لكن دخولك فريق النادي الاهلي بنجومه كنت مستعد له ازاي؟ والله كابتن انا جيت الواحد فكر يعني تفكير ان لازم يبقى كان بيتمرن في انبي بنسبه 100%، لا لازم اجي النادي الاهلي اتمرن بنسبه 200% عشان في وسط نجوم كبار. يعني انا جيت كان نجوم كبار في الفرقه ان الواحد يبقى موجود في وسطهم بس يعني، فكله بيبقى بصالح للنادي الاهلي يعني. كلنا بصراحه بنتمرن، اللي بيلعب واللي ما بيلعبش كله بيتمرن كويس جدا ان احنا في الاخر نحقق حاجه كبيره للنادي الاهلي. انت المشوار النهارده علشان البطوله الاخيره اللي انتوا طبعا حققتوها وفرحتوا بيها جماهير واسعدتوا بيها جماهير النادي الاهلي، البطوله رقم 42، اكيد كان في ازمات بتحاصرها، مش بس ازمات واشاعات زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل. عايزك تكلمني وانت لعيب لسه صغير في السن، انت بشكل شخصي حمدي تعاملت ازاي مع الازمات اللي حصلت الموسم الكروي ده، وكمان مع الاشاعات كنت بتعمل ايه؟ انت بصفه شخصيه انت بتعمل ايه؟ والله بصي انا الفتره اللي فاتت كلها كانت فتره صعبه علينا كلنا يعني، فانا كنت مصاب، وكانت اهم فتره ليا ان انا ارجع تاني، وكان كل حاجه قافله يعني. انا صحيح. بصراحه ما كنتش لاقي ان انا في مكان اتمرن فيه او مكان ان انا اجري فيه، وكنت المفروض ان انا ابدا اجري الدنيا كلها بالظبط، الدنيا كلها كانت مقفوله. فالحمد لله ان الدنيا رجعت، وان كان في كلام كتير ان الدوري مش هيرجع، وفي الاخر احنا كان عندنا ثقه كبيره ان الدوري هيرجع تاني، وان احنا كده كده يعني ان شاء الله زي كل سنه ابطال الدوري يعني. كانت ظروف صعبه بتمر بيك شخصيا من خلال ظروف الاصابه، وفي نفس الوقت عندك الاراده انك بترجع تاني وبتحط رجلك، والميزه كمان انك بترجع ما بتاخدش وقت انك يعني راجع حتى من الاصابه، ما شاء الله بتخش الفرقه بتعمل شكل كويس بتعمل اداء كويس. لكن خلينا نتكلم على الاجواء العامه اللي كانت بتحيط بالنادي الاهلي الفتره اللي فاتت، المشاكل في السوشيال ميديا اللي كانت بتحيط ببعض المشاكل، اذا كان على مستوى الاداره، على مستوى اللاعبين، على مستوى انتوا كلاعيبه كنت بتتعاملوا ازاي في الجزئيه ديت، ويعني قدرتوا رغم كل دوت ان انتوا كمان بتحققوا نتائج كويسه على مستوى الدوري. والله يا كابتن انت حضرتك عارف النادي الاهلي يعني لعيبه النادي الاهلي بتبقى مركزه في شغلها اكتر، احنا يعني عن نفسنا ما بنركزش في السوشيال ميديا، بنركز في شغلنا. حتى كابتن محمود الخطيب والكباتن الكبار في الفرقه على طول بيكلمونا، بنتكلم في النقطه دي ان احنا مالناش دعوه يعني، حتى لو يعني بيكون في اجتماعات يعني كل فتره يا جماعه خلي بالكم في حاجه بتحصل، خلي بالك يعني ده شيء حتى مهم يعني. السنه اللي فاتت كمان في دوري السنه اللي فاتت كان الموضوع اصعب من كده، كان كنا يعني كان فارق 8 بونت، والحمد لله فرقنا وكان معمول علينا 8 كان معمول علينا حمله كبيره قوي، بس احنا كنا مركزين في شغلنا لحد اخر دقيقه في الدوري، والحمد لله يعني خدنا الدوري في الاخر. السنه دي نفس الكلام برضو يعني، اتعمل علينا برضو حمله الفتره اللي فاتت، حمله كبيره على اللعيبه كلها، بس احنا عموما لا بنركز في شغلنا اكتر يعني. بس انت برضو يعني عشان يعني انت دلوقتي النهارده معاك التليفون في ايديك، فمش بعيد عن يعني خلاص هو في ايدينا كلنا، فطبيعي ان انت يعني غصبا عنك هتدخل تشوف ايه اللي بيتقال، هتدخل مين بيعلق مين بيقول ايه، فده بيحصل اكيد غصبا عن الواحد. اكيد بيحصل، بس احنا عموما عليك اكيد بيحصل، اكيد في كل العالم بيحصل، بس عموما احنا برضو بننزل الملعب لازم ننسى يعني، لازم نركز في الحاجات دي عشان هتأثر علينا نفسيا ومعنويا. فاحنا بصراحه حتى على طول يعني الكباتن الكبار في الفرقه لا كلهم بيتكلموا معانا في النقطه دي، ان احنا لازم نسيب السوشيال ميديا على جنب وننزل الملعب، لا نركز في شغلنا.